اليوم يوسف الصديق، ترى اللي العلاقة ما بين قرطاج وصحة محمد علي، وخلينا نقوله بين الرئيس قيس سعيد وسيد نور الدين طبوبي، اليوم يلزمها تعاود ترجع العلاقة هذه؟ يلزمها تعاود ترجع، من واجب الرئيس يتفقوا يرجعوا يجلسوا مع بعضهم. شوف، معناها باش أذيع ما قلت، الجلسة اللي عملها واستبشرنا بها احنا الرأي العام انه استدعاهم على اللجنة التنفيذية وكل شيء، ما صار. قال لهم باش نهنيكم وكهو، وثم اطلق قرطاج، ما نقولش رئيس الدولة، اطلق انه الحوار بدا. قال لك صاف، ما ثم شيء صار انه دردشة متاع نهنيكم اللي انتم عملتوا الانتخابات الى اخره. هذا مش جدي. يلزم اعادة النظر في علاقة تونس بهال الشيء الايجابي الوحيد اللي مازال في تونس، اللي هو اتحاد الشغل والاتحاد الفكر والسعادة. شنو تصورك انت يا صديق، كيفاش نجم نخرجوا من الازمة هذية بين الاتحاد والرئاسة؟ اولا ساعه انه يستشير الناس، انه تقول لي قرطاج، وينو قرطاج؟ شنو قرطاج؟ قرطاج شخص الرئيس، مشيش شخص الرئيس فقط، وينو؟ معناها حتى اللي كنا نتصوروه يمكن ياسر، كما يقولوا في الانفورماتيك الانترفاس، معناها الجانب الوسيط بين وبين رئيس الدوله، اللي هو عنده هيبه معينه، اللي هو كان رئيس الديوان، هوكا في علمنا شنو صار. معناها فضيحه اللي نحشمه باش نذكروا بها الرئيس. نحشم خاطر فيها مسائل شخصيه ومسائل كذا، شيء حشم باش تحكي عليها في ادوات كما هناك. يلزمك اقتصاديين يقولوا لك راهو في المساله هذه، يلزمك ناس يعرفوا اوروبا، ناس يعرفوا امريكا، يعني ناس يعرفوا مقاصد الصين بالنسبه للوحده هذه. راهو كي نمشي للمغرب نحشم على روحي، رغم اللي ما نحبش روحي بنظام ملكي، ما نحبش تونس نظام ملكي. واحسن فرحه فرحت بها كنت قدام بورقيبه عام 57 25 جبيلية، قاعد قدامه وقال احنا اطحنا بالملوكيه، مت بالفرحه بالنسبه لي انا وليد حر، كاني انا كطفل كنت وليد حر. ولذا قرطاج راهو اعلى من هك، لازم يكون حولك ناس في كل اختصاص، مش اي انسان. انا بالنسبه لي الفقر السياسي الموجود الان في قرطاج هو الكارثه الاولى. وما فقر سياسي هكا انت تعتبر؟ فقر سياسي متقع يا اخي. معناها كي نسمع الكفاءات اللي عندنا في الاقتصاد، والكفاءات اللي عندنا في النشر، وفي في العلوم البنكيه، وفي الرقمنه، وفي كذا، وما عندك حتى واحد منهم تستشيره، في العلاقات العامه. احنا درسناها، كنا نمشيو باش نتكلموا على وضع ايران، باش نتكلموا على وضع لبنان وكذا. من اذكى الناس تاخذ معنا لاي اف بي، وتاخذ معنا لوموند، تاخذ من الصحفيين التونسيين في الانباء اللي خذيناها من ياسر عرفات، خذيناها من الخميني. انا بالنسبه لي عملت انترفيو للخميني 3 دقائق، قعدت 3 سنين ولا 4 سنين كل القنوات الفرنسيه تعدي في قسم الانترفيو، وناخذ انا في 200 اورو 300 اورو كل على كل باساج، كل باساج بتاع هذاك. واحنا الصحفيين من قديم الزمان كان عندنا الواقع هذا، حتى الصحفيين ما تخزر لهمش. شو معناها تخزر؟ تستقبل بكل أبهة جيل كبال، واحنا ليه؟ يعني جيل كبال قري في كل شيء، في الكلوف متاعو على الإسلام، ويستشيرني في رغم اللي يعرف العربية. ايش معناه تحضير مرتين ويحكينا واثار الغيرة متاعه، يحكينا كيفاش الرئيس استقبله، كيفاش تكلم معاه بالعربي، وما استدعاش نور عبيد، محمد معجوب، يوسف صديق، وانا ماني قدامك 20,000 مرة نقول له يا سيد الرئيس نحب نتشرف بلقياك. يعني انت تعتبر اللي مثلا لقاءه مع جيل كبير وكأنه قابل تلميذك؟ طبعا
طبعا جانا واحد خير منه برشا اكثر السماكه منه اسمه جون بيير فيليو. اللي انا كنت باش نستضيفه هنا وباك جون بيير فيليو من من اكبر العباد هنا وكان صديقنا وكل يعتبر ويتاكد ويكتب اللي واحد كما شخصكم متواضع ما عنده حتى دخل جي كبال معناه هذا هذا الكل باش تقول يوسف صديق اللي فما شخصيات كان على رئيس الجمهورية أن يجلس معهم أن يكون محيط ومحاط بهم في الاقتصاد في السياسة طبعاً. في الـ في الـ في كل المجالات كي يخرجوا كي يخرجوا يعطيوا سماكة لهذا الشيء اللي اسمه قرطاج. قرطاج كان حاجة كبيرة كيف تقول ليليزي خرج خرجت حاجة من ليليزي الموقع يفيد معنى كبير.